مشاركة مصر رفيعة المستوى في القمة العالمية للحكومات والتي تستضيفها إمارة دبي مشاركة متميزة. كون مصر هي ضيف شرف هذه النسخة ما يعكس المكانة الرفيعة للعلاقات المصرية الإماراتية. القمة العالمية للحكومات بدبي تعقد هذا العام تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل، وتجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الأفكار حول العالم. All of us have never dealt with so many shocks at the same time in this time horizon. We're talking about resilience of society. It's women that are going to be the critical determining factor of success. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر شهدت تحديات صعبة عقب 2011، إلا أنها نجحت في تخطي تلك التحديات والنجاح. وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال القمة العالمية للحكومات أن التحديات التي واجهتها مصر كانت متوازية، واستلزم الأمر مواجهتها في آن واحد. التحدي الأولاني كان حالة التشرذم واليأس اللي كانت موجودة عند المصريين. طيب الحالة ديت كان حلها ايه؟ طب كان في معاها تحديات اخرى عشان الكلام كله يبقى ماشي مع بعضه؟ اه طبعا، كان في عندي تحدي الطاقه. تحدي الطاقه يعني ايه؟ يعني كان عندي مشكله كهرباء، وعندي مشكله غاز، وعندي مشكله بوتاجاز. طيب ده معناه ايه؟ معناه لما اجي اقول لك ان انا صرفت على قطاع الكهرباء في مصر ما يقرب من 1.8 تريليون جنيه، هو تقول لي هو ما كانش في مشكله كهرباء؟ لما حد من دلوقتي يعني المتابعين للشأن في العام في مصر يقول لك ايه؟ انتوا صرفتوا فلوس كتير قوي في البنيه الاساسيه والمشروعات القوميه. طب هو انا كان عندي فرصه، والكلام ده انا قلت لوزير الكهرباء في 2000، انا توليت المسؤوليه في 2014. قلت له انت متصور انك انت السنه الجايه الكهرباء دي ما تتحلش اللي بقى لها 7 سنين؟ لو ما اتحلتش البلد دي هتخرب وتضيع.